السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الجديدة في السودان هذا المساء من قناة شروق، نستهلها بالعناوين. مجلس السيادة يؤكد قدرة المرأة على قيادة عملية السلام وتعزيز التنمية المستدامة. قوى إعلان الحرية والتغيير تعرب عن تفاؤلها بجولة مفاوضات السلام المقبلة بشأن المنطقتين. المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السابق عمر البشير تحدد 14 من ديسمبر القادم موعدا للنطق بالحكم. اهلا بكم مشاهدينا، استعرض رئيس الوزراء عبد الله حمدوك برامج واولويات الحكومة المدنية الانتقالية، مبينا ان حكومته مهتدية بشعار الثورة العظيم حرية سلام وعدالة، والذي يمثل المرشد لبرنامج الفترة الانتقالية. واوضح في كلمته امام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر نحو تنمية شاملة ومستدامة في السودان، والذي تنظمه مجموعة ابحاث السودان، ان اولى اولويات برنامج الحكومة هو ايقاف الحرب اللعينة وبناء السلام المستدام. منوها إلى أن أول زيارة له عند تقلده لمنصبه كانت إلى جوبا، حيث جاءت الزيارة في إطار هذه الأولويات، وقال إن الظروف مواتية لتحقيق السلام بفضل الثورة، مبينا أن توفر الإرادة والعمل المشترك سيفضي في النهاية إلى تحقيق السلام. أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان أن المرأة السودانية جديرة بقيادة عملية السلام وليس المشاركة فيها فقط. وقال البرهان خلال مخاطبته المائدة المستديرة لمناقشة مشاركة النساء في طاولة السلام التي نظمتها تنسيقية النساء السياسيات والمدنيات، أن الحركة الثورية كان جل مكونه من النساء، وأن المرأة هي أكثر المتضررين من الحروب. وأكد البرهان ضرورة مشاركة النساء في صنع السلام بجميع مراحله، ودعا إلى خلق سياسات واستراتيجيات شاملة تسير بتوافق وانسجام لتوطيد السلام وتعزيز التنمية المستدامة. النقاش والحوار في هذه المرة ليس محادثات من طرفين، وإنما هو نقاش وحوار في مشاكل السودان، مشاكل السودان التي تطرق لها الأخ إبراهيم الشيخ، وهي محاور معروفة إذا توصلنا فيها لتفاهمات يمكن أن نخرج هذه الدولة، ويمكن أن نوفي نساء بلاد حقهم، لأنهم ناظروا، هم قاتلوا، هم قالوا كل شيء، نحن شهود على ذلك. أعربت قوى إعلان الحرية والتغيير عن تفاؤلها بجولة مفاوضات السلام المقبلة بشأن المنطقتين. وقال القيادي بالقوى الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني خالد عمر خلال ندوة سياسية بمنطقة الزيداء بالدامر في ولاية نهر النيل حول قضايا الراهن السياسي وتحديات الفترة الانتقالية، قال إن الجولة المرتقبة للمفاوضات في 21 من الشهر الجاري سيدخلها الطرفان مسلحين بإرادة التغيير وروح الثقة المتبادلة لحسم الملفات المعلقة.